البيان الشرعي في الأعياد البدعية التي تظهر على الساحة هذه الأيام مثل الفالنتين، لأنه يعني كان مشروع في الفترة، حتى كان الشباب الصغير اللي بيقبل عليه، دلوقتي للأسف وجدناه بينتقل إلى الرجال وسيدات كبار. والله يا أختي، مع أنني لا أعرف ما تذكرينه، لكن عموما نحن لنا عيدان أو الأعياد شرعها الله ولم يشرعها البشر، لأن الله قال لكل أمة جعلنا منسكا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أبدلكم خيرا من ذلك، يعني من عيد اليهود، الفطر والأضحى. فالأعياد شرعها الله ولم يشرعها البشر، فنحن نأخذ أعيادنا من كتاب ربنا، من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فليس لنا إلا الفطر والأضحى والجمعة باعتبار عوده وتكراره، كل ما وراء ذلك باطل. اليوم الوطني، عيد النصر، عيد الثورة، عيد العمال، عيد الأم، عيد الميلاد، كل هذا باطل، وليس لنا في ديننا أي شاهد يشهد له، لا فعله الرسول ولا الصحابة ولا التابعيون ولا أتباع التابعين، والله أعلم.